بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نرحب بكم في مقرر قواعد البيانات. معكم الدكتور مصلح العضايلي، إن شاء الله سأكون معكم في هذا المقرر، وهو من المتطلبات لكلية الآداب. هذا المقرر سنشرح فيه إن شاء الله، وسنتعرف فيه على أهمية قواعد البيانات في حياتنا، ونتعرف فيه على نظم قواعد البيانات وكيفية إدارتها وكيفية المحافظة عليها وأمن قواعد البيانات، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الخاصة في كيفية بناء قواعد بيانات وكيفية التطبيق عليها من خلال بعض أنظمة إدارة قواعد البيانات اللي إن شاء الله ستكون بسيطة ونتدرب عليها بشكل عملي، من خلال عملي إلكتروني طبعا من خلال الشاشة. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة التمهيدية، واللي رايح أشرح فيها إن شاء الله عن اللي هي وصف المقرر وأهداف المقرر، ما هو محتوى المقرر رايحين نتطرق له في هذا المقرر، أيضا المراجع والمصادر التعليمية والمراجع المساعدة، بالإضافة إلى توزيع الدرجات، وهو كما هو متعارف عليه في أي محاضرة تمهيدية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الملك فيصل. طبعا الكل بيعرف ما نمر به حاليا من تكنولوجيا، ومن خلينا نحكي الكم الهائل من المعلومات والبيانات الموجودة حاليا، والعصر التقني والمعلوماتي اللي احنا بنعيش فيه، وبالتالي فنحن بحاجة إلى آلية لتنظيم هذه البيانات وتسهيل عملية إدارتها والمحافظة عليها وضمان أمنها، لأن هذه المعلومات والبيانات حقيقة باهظة الثمن، وعملية جمعها مكلف جدا، وبالتالي عملية فقدانها وعملية خلينا نحكي عدم المحافظة عليها وتسربها قد يكون يعني يسبب مشكلة. وبالتالي فنحن بحاجة إلى قواعد أو نظم لقواعد البيانات حتى ننظم هذه البيانات في خلينا نحكي حسب آلية معينة، بحيث تسهل علينا عملية إدارتها. ولما نحكي عملية إدارتها معناته عملية تخزينها والمحافظة عليها، عملية الإضافة إليها، لأن هذه المعلومات ليست ثابتة وإنما يتم الإضافة عليها بين الحين والآخر، ويتم التعديل عليها أيضا كيفية البحث في هذه البيانات والاستعلام عن المعلومات هاي، بالإضافة إلى طباعة بعض التقارير المهمة وسرعة استخراج هذه التقارير. لا نحتاج مثلا إلى تقرير نطلب له بعد فيه شهر، قد يتطلب منا أن مثلا خلال دقائق معينة أو خلال ثواني أن نحصل على تقرير معين من هاي البيانات، بالإضافة إلى التحليل الإحصائي وعملية إيش أخذ الإحصائيات وتحليل البيانات والإحصائيات عن هاي المعلومات. وبالتالي أهمية قواعد البيانات أهمية كبرى في حياتنا حاليا، وضروري جدا أن نتعلم شيء عن قواعد البيانات وكيفية إدارتها وكيفية تنظيمها. طبعا من أهداف هذا المقرر سوف نتعرف على قواعد البيانات وطرق تصميمها، أيضا نتعرف على مصطلحات قواعد البيانات، جداول، استعلام، تقارير، نماذج وما إلى ذلك. سنتعلم كيف ننشئ قواعد بيانات وكيف نصمم قواعد بيانات ونبنيها، وبالتالي أيضا كيف نستخدم هذه البيانات المخزنة إن شاء الله. وزي ما حكيت راح نتعرف ونتدرب عملي إلكتروني عن برمجية إدارة قواعد البيانات اللي هي Access. أوكي؟ وهي بسيطة جدا إن شاء الله راح نطبق عليها. أما محتوى المقرر أو ما سنتعرض له في هذا المقرر، راح نأخذ مقدمة في أنظمة قواعد البيانات Introduction to Database، نشوف إيش هي قواعد البيانات، نأخذ فكرة عنها
مقدمة إليها، تعريفها، مفاهيمها، وأيضا بعض المصطلحات الأساسية فيها، مين هم الأشخاص المعنيين بهذه قواعد البيانات. أي نعم. ونتعرف على خلينا نحكي لماذا انطلقنا إلى قواعد البيانات وأهمية قواعد البيانات في حياتنا. ثم في الموضوع الثاني حناخذ مبادئ قواعد البيانات العلاقية، أوكي، أو العلاقية اللي هي Fundamental of Relational Database. لما تكون البيانات طبعا ذات علاقة بينه وبين بعض، وهذا رايحين إن شاء الله نأخذها بمتى تكون البيانات ذات علاقة بينها وبين بعض، وكيفية بناء البيانات إذا كانت تربطها علاقة، ورايحين نأخذ عليها مثال واضح وبنعيش إن شاء الله ونشوف ما هي مبادئ هذه القواعد أو هذا النوع من قواعد البيانات. أيضا رايحين نأخذ شيء عن تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة اللي هو بنسميه احنا باللغة الإنجليزية ER Diagram، Designing Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram، ورايحين نعرف شو يعني Entity وشو يعني Relationship، وبالتالي كيف نصمم شيء بنسميه احنا في قواعد البيانات ER Diagram. ER Diagram. ثم نقوم بتصميم قواعد البيانات أيضا، ونحاول نصممها نبنيها من الجداول، من ترجمة الـ ER Diagram إلى مجموعة من الجداول وما إلى ذلك. بعدين رايحين نأخذ تطبيقات على قواعد البيانات وبعض المفاهيم عن أمن هاي المعلومات، ونتطرق إلى الأنظمة المتخصصة في إدارة قواعد البيانات. نعم، بنينا قواعد البيانات، ولكن في عندنا أنظمة أخرى متخصصة في إدارة قواعد البيانات، وإدارة قواعد البيانات اللي هي عملية إيش؟ توفير الأنظمة اللازمة لإدارة هاي القواعد وهاي البيانات والمحافظة عليها. طبعا أحد الأنظمة وأبسطها حقيقة، هو أبسط الأنظمة اللي هو نظام إدارة قواعد البيانات Access، اللي هو موجود من في أوفيس، وأعتقد إحنا إن شاء الله وضحنا عنه لما أخذنا ببرامج الحاسب المكتبية، إنه أحد البرامج اللي يوفرها أوفيس مايكروسوفت أوفيس 2007 اللي هو في عندي Access. وإذا أنتوا سمعتوا بدورة الICDL، طبعا جزء منها يتحدث عن قواعد البيانات أو إدارة قواعد البيانات من خلال Access، وإن شاء الله رايحين نتطرق لنظام إدارة قواعد البيانات Access هذا، ونطبق عليه إن شاء الله تطبيق عملي من خلال الجهاز، وانتو إن شاء الله اللي احنا بنطبقه بالمحاضرة تقدروا انتو تطبقوه بالبيت. المراجع والمصادر الأساسية في عنا للدكتور خالد ناصر السيد، أصول تصميم قواعد البيانات ولغة SQL. طبعا هو بفضل أنا نعتمد على شرائح العرض إن شاء الله، لكن هذا الكتاب بيعطي نبدأ عن أصول تصميم قواعد البيانات، ولكن لغة SQL إحنا مش راح نتطرق لها، راح نأخذ بس أصول تصميم قواعد البيانات، وهذا موجود أو الناشر اللي هي مكتبة الرشد، ممكن نعتمد نسخة 2006 أو أي نسخة، ما في عندنا مشكلة. أيضا في عندنا كتاب اللي استخدمناه في اللي هي في برامج الحاسب المكتبية، بتذكر حكيت إنه هذا الكتاب رايحين نستفيد منه مستقبلا في مادة قواعد البيانات، فهو كتاب للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، مقدمي في الحاسوب والإنترنت. احنا هناخذ الان الجزء الخاص بأكسس، اذا أكسس هنطبقه على من هذا الكتاب، وهو متوفر في مكتبة جرير وايضا مكتبة العبيكة. في بعض المراجع والمصادر الاخرى، طبعا في عندنا مبادئ انظمة قواعد البيانات طبعا للمصري ونفاذها، هذا الكتاب طبعا
باللغة الإنجليزية وتجدونه مترجما، يتحدث وبتعمق عن مبادئ أنظمة قواعد البيانات، متعمق جدا يعني حقيقة هذا الكتاب. لكن إذا حبيتوا ترجعوا له يعني في بعض الأمور ما في مشكلة، لكن أنا رايح أغطي هذه المواضيع في المحاضرة. يعني إذا أنت اعتمدت على شرائح العرض إن شاء الله وما بنقدمه من ملخصات ومن تمارين وأيضا من بعض خلينا نحكي الملخصات، فإن شاء الله تكفي. أيضا في عنا خطوة خطوة اللي هي step by step Microsoft Office Access عن الدار العربية للعلوم، هذا لي متخصص بالأكسس إذا حبينا إحنا تستزيدوا بموضوع الأكسس. توزيع الدرجات كما هو متعارف عليه في كل خلينا نحكي مقررات برنامج التعليم المطور للنساء في جامعة الملك فيصل. في عندي المشاركة في منتديات الحوار على البلاك بورد 10 درجات، وبحكي على البلاك بورد ونبه عليها أيضا. حضور المحاضرات المسجلة والمباشرة عليها 10 درجات، حضورها أو تنزيلها، يعني حضورها مسجلة أو تنزيلها أيضا تأخذ الدرجة إن شاء الله عليها 10 درجات. عندنا الواجبات المنزلية 10 درجات، وزي ما بتعرفوا هي 3 واجبات، الواجب الأول عليه 3 علامات، والواجب الثاني عليه 3 علامات، والواجب الثالث عليه 4 علامات. الاختبار النهائي من 70 درجة، والمجموع كله سيكون 100، وإن شاء الله أتمنى أن الجميع يحصل على 100، أتمنى يعني. هيك بكون يعني أعطيت تصور عام عن مقرر قواعد البيانات وما سنأخذه في هذا المقرر، ونتمنى أن الجميع يستفيد من هذا المقرر أولا، هذا بالدرجة الأولى، وثانيا أنه يحصل على اللي بده إياه وتحقق علامات عالية في هذا المقرر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.